بسم الله الرحمن الرحيم. خلي بالنا اليومين دول شوية. ليه بقول كده؟ محاولة وقيع بين السنة والشيعة اللي بيحصل ما بين المملكة العربية السعودية، ما بين لبنان، ما بين إيران، ما بين السنة والشيعة. حاولوا يلعبوا على الملف ده كتير خلال السنوات اللي فاتت. هنوقع العالم العربي كده، هنعمل تقسيم كده، ما قدرناش نقسم فنشتغل على ده، وده أخطر ملف إنه بيشتغلوا عليه دلوقتي، وإحنا مش عايزين ندخل في هذا الملف والناس يستدرجونا نقعد نشتم في بعض وتصل لحرب سنة شيعة. سنة شيعة يعني تدمر الدول اللي ما اتدمرتش، فده الخطر اللي إحنا نخلي بالنا منه. مصر في هذا الأمر موقفها واضح، السيد الرئيس قاله يوم الأربعاء الماضي. موقف مصر ازاي؟ فين؟ ايه مصر مع كل الحل السياسي، حلول سياسية، مش مع اي تدخلات عسكرية ولا حروب ولا غيرها. وده مش معناه زي البعض ما حاول يتكلم اليومين اللي فاتوا انه مصر يعني بتتخلى عن، لا، عمر مصر لا تخلت ولا تتخلى. مصر بتقول كلام بتبقى قده، ولكن عادة. وعلى فكرة وزير الخارجية السعودي امبارح اكد كلام مصر وقال احنا بداية كلنا مع الحلول السياسية، ما بنتكلمش على اطروحات عسكرية، لان الطرح العسكري خراب على البلاد كلها بالكامل. يعني حضراتكم بس اي حد فيكم يعمل حاجة دلوقتي انه لا قدر الله نشبت حرب في لبنان، حزب الله، حزب الله